بالتأكيد العلامة دي بتشوفها تحت أغلب الفيديوهات اللي بتتفرج عليها على اليوتيوب. السي سي دي معناها Closed Caption، ده معناها إن منشئ المحتوى أو الشخص اللي عمل الفيديو ضاف التكست اللي هو بيقوله في الفيديو بالظبط، وبيظهر إن تايمنج، يعني مع كل جملة هو بيقولها بيظهر تحت التكست اللي مكتوب. وبكده أنت بتساعد جمهور كبير قوي من ضعاف السمع، وكمان الناس اللي مش بتتحدث اللغة اللي أنت بتتكلم بيها في الفيديو. كمان بعض الأجانب اللي بيعملوا الفيديوهات دي بيضيفوا الكلوزد كابشن عشان الناس اللي بتتفرج عليهم مش ممكن يكونوا مثلا ناتيف باللغة الإنجليزية، فبالتالي بيبقى محتاج يعمل بوز للفيديو ويشوف هو بيقول إيه بالظبط عشان يبقى فاهم ومتابع، عشان ممكن بعض الأجانب اللي بيتكلموا إنجليزي بسرعة أو الجماعة اللي هم الهنود بيتكلموا إنجليزي تقريبا نص طاير، فهم بعمل بوز للفيديو عشان أشوف الكلوزد كابشن. ولو لقيت الكلوزد كابشن دي مش موجودة بشوف الفيديو دوت أسيبه خالص وأبدأ أشوف فيديو تاني يكون فيه كلوزد كابشن. كمان يوتيوب بيتيح لك إن أنت لما تيجي تعمل سيرش على فيديو معين أو توبيك معين من الفيديوهات تختار إن أنت يظهر لك الفيديوهات اللي معمول فيها كلوزد كابشن، وده هنشوفه مع بعض. وفي الفيديو ده هنعرف إزاي نعمل كلوزد كابشن وكمان نضيف سب تايتل للفيديوهات بتاعتنا. وكل ما هتضيف سب تايتل للفيديوهات بتاعتك هتقدر توصل لجمهور اكتر، وبالتالي هتقدر توصل للجمهور العالمي او الجلوبال اودينس اللي ممكن تستهدفه، وبالتالي تزود الواتش تايم عندك ويزيد عدد المشاهدات، وبالتالي عدد المشتركين برضو هيزيد. وهنركز في الفيديو دوت ان احنا نضيف السب تايتل والكلوزد كابشن بايدينا مانوال، ويوتيوب بيوفر لك ادوات كتيره قوي بيساعدك ان انت تقدر تعمل دوت بمنتهى السهوله. وبكده انت بتساعد خوارزميات جوجل وكمان خوارزميات يوتيوب ان هي تظهر الفيديو بتاعك في الريليتد. انت لما بتضيف الكلوزد كابشن وتعمل سب تايتل انت بتفهم يوتيوب الفيديو ده بيتكلم عن ايه، وكل ما تضيف معلومات اكتر كل ما تساعد يوتيوب انه يظهرك في الريليتد فيديو لما حد يعمل سيرش عن التوبيك اللي انت بتتكلم فيه. وبالتالي لو انت محتاج مشاهدات من خارج دولتك ملهاش حل غير ان انت تستخدم الكلوزد كابشن وتعمل ترانسليت للفيديو بتاعك حتى 5 لغات، يعني ممكن تعمله انجلش وفرنش واللغات اللي هي الدول اللي بتتفرج عليك، وده طبعا مش هتعرفه غير لما تبدا تدخل على الاناليتكس وتشوف المشاهدات اللي جايه لك من دول، يعني مثلا لو مشاهدات جالك من امريكا يبقى لازم تعمل ترانسليت للغه الانجليزيه، وده هيوصلك لجمهور اكتر وهيجي لك واتش تايم اعلى. وفي بعض الفيديوهات اللي ما بتبقاش محتاجه ترجمه، يعني مثلا لو انت عامل فيديوهات عن الموسيقى او عن الجيمز او فوتوشوب بتشرح حاجه معينه تكنيك معين هاو تو او الحاجات ديت ما بتبقاش محتاجه ان انت تعمل لها ترانسليت. طيب في ناس بتقول لك انا ما عنديش الوقت ان انا اقعد اعمل كلوزد كابشن واكتب كل التكست اللي انا بقوله، وما عنديش كمان الوقت او المجهود ان انا ابدا اترجم دوت. خلاص انت كده في الحاله ديت لو القناه بتاعتك بتحقق الربح وشغال فيها الربح، فانا شايف ان انت ممكن تستثمر وان انت تبدا تعمل ترانسليت وكابشن للفيديوز بتاعتك عن طريق موقع ريف.com او 3media.com. الموقعين دولت احسن من بعض، بس انا برشح لك مثلا موقع ريف دوت وهنبدأ نشرحه في الفيديوهات الجاية، بيبدأ يعمل ترانسليشن للفيديو بتاعك الدقيقة الواحدة بتبقى ب1 دولار، واعتقد ان دوت مبلغ بسيط ان انت توصل الفيديو بتاعك لناس اكتر وبالتالي تحقق مشاهدات وكمان واتش تايم اعلى. كمان بنصحك لو عندك فيديوهات قديمة في القناة بتاعتك وعملت مشاهدات او عملت وقت مشاهدة اعلى، مفيش مانع ان انت تبدأ تعمل لها سب تايتل، تبدأ تعملها كلوزد كابشن. في المتوسط تلت المشاهدات اللي بتكون جايه لك كمنشئ محتوى عامل ابلود للفيديو بتاعك مثلا من دوله زي مصر، بتكون تلت المشاهدات دي جايه من دول تانية خالص، فانت لازم تشوف في الاناليتكس الدول ديت وتحاول تستهدفها وتحاول تترجم الفيديوهات بتاعتك بقدر الامكان عشان توصل للناس اكتر فيها. طب لو انت دلوقتي ترجمت الفيديو بتاعك، ترجمت التايتل وترجمت الديسكريبشن، والفيديو ده راح لحد مثلا في امريكا فبدأ يفتح الفيديو فما لقاش فيه ترانسليشن او ما لقاش الفيديو فيه كلوزد كابشن، كل اللي هيعمله انه هيقفل الفيديو بتاعك، وهتتبعت سيجنال ليوتيوب تقول له ان الفيديو ده الناس اللي في الدوله دي ما بتتفرجش عليه، فبالتالي مش هيبدا يرشح فيديوهاتك عشان تروح للمنطقه دي. تاني حاجه يوتيوب بيساعدك ان انت تعمل داونلود لملف الاس ار تي، ملف الاس ار تي اللي هو ملف الكلوزد كابشن، وده التكنيك اللي احنا هنستخدمه مع بعض، ان احنا هنحاول نعمل نحط الترجمه او نحط الكلام المصاحب للي انا بقوله بالظبط ونعمل له تايمنج باللغه العربيه، وبعد كده نعمل له داونلود، وبعد كده نعمل له ترجمه على اي موقع سواء حتى جوجل ترانسليت، وبعد كده اعمل له ابلود تاني على يوتيوب. كمان الملف دوت اقدر اعمل له داونلود وبعد كده ارفعه على اي بلاتفورم تاني، يعني مثلا لو انت رافع الفيديو على فيسبوك تقدر تعمل ابلود لملف الاس ار تي وتظهر الترجمه المصاحبه مع الفيديو على الفيسبوك. يلا نشوف بقى دوت على البي سي.
وبسرعة هبدأ أدخل على القناة بتاعتي وأختار فيديو من الفيديوهات اللي أنا عايز أعمل لها سبتايتل أو أضيف لها كلوزد كابشن مؤقتا، وبعد كده نعمل لها سبتايتل. هاجي من هنا من الأفاتار أيكون وأبدأ أضغط على كرييتور ستوديو. هاجي هنا من فيديو مانجر، سوري يا جماعة، هاجي هنا من فيديو مانجر، هلاقي الاختيار بتاع الفيديو معمول عليه سيلكت اوتوماتيك. هلاقي الفيديوهات بتاعتي، اي فيديو انا محتاج اعمل له سب تايتل، يعني مثلا الفيديو دوت، طريقة مسح سجل البحث والمشاهدات في يوتيوب. هاجي هنا من قائمة اديت وابدأ اضغط على السهم دوت وابدأ اختار سب تايتل سلاش سي سي. طيب الفيديو اللي انا عامل له سب تايتل قبل كده اهوت، الفيديو دوت اللي هو اكتشف عدد الساعات التي تقضيها لمشاهدة اليوتيوب، اهو ظاهر جنب اتش دي وظاهر جنبها ان هو معمول له سب تايتل. تعالوا نشوف الفيديو اللي انا عامل له سب تايتل الاول، بعد كده نبدأ نشتغل على الفيديو الجديد. هاجي هنا على اديت، هختار سب تايتل او ممكن اختار عادي انفو اند سيتنج، وبعد كده هوريكم اللينك موجود فين اهوت، موجود اهوت سبتايتل سلاش سي سي. لو ضغطت عليها زي ما انتم شايفين اهوت في بابلش دهيت معمول عليها علامة خضراء اهيت اللانجوج از بابلش. لو انا دوست عليها كده هيظهر لي التكست بالظبط، واقدر اقف على اي تكست منهم وابدا اعمل له كمان اديت. بدي اقف هنا كده على اول جزء، بعمل بلاي واجي ستوب هنا واختار اديت، واجي هنا في الجزء اللي انا عايز اعمل اديت عليه وابدا اعمل سيلكت وابدا اكتب. طبعا انا مش هعمل ديليت، مش هعمل اديت دلوقتي، ف هكتفي ان انا اطلع بره خالص وابدا ادخل تاني على الكرييتور ستوديو. سي الفيديو دوت هبدا اختار اهوت هنا سب تايتل، ونمشي مع بعض الخطوات واحده واحده. بيقول لي اختار اللغة اللي انت عايز تعمل سبتايتل، او ان انت اللغة اللي انت عايز تعمل عليها كلوزد كابشن. طبعا انا مش هضيف سبتايتل دلوقتي، انا هعمل كلوزد كابشن بس، يعني هضيف الكلام اللي انا بقوله في الفيديو. هختار اللغة، طبعا هتبقى عربي، واقول له سيت لانجويج، واجي هنا اقول له اد نيو سبتايتل. ظهر لي هنا حاجتين، بيقول لي تشوز هاو يو وونت تو اد سبتايتل اور كلوزد كابشن. انت عايز تضيفها ازاي للفيديو، عايز تضيف الكلوزد كابشن ازاي، او ان انت تضيف سبتايتل، حاجه من الاتنين. يا اما عندك ان انت تعمل ابلود لفايل، المفروض ان انت بتروح على موقع مثلا ريف.com وهو بيديك الملف دوت وانت بتاخده وبتبدا تعمل له ابلود للفايل دوت، داونلود للفايل عندك على الجهاز، وبتعمل له ابلود من هنا، تختار الفايل تقول له اوبن وتعمل له ابلود، يا اما تكنسل ونرجع تاني للاختيار التاني create new subtitle or cc. طيب في الحالة ديت انت اللي هتعمل الموضوع ده manual. طيب انا هختار هنا create new subtitle or cc، هبدأ اضغط عليها، وهنا المكان اللي انا هكتب فيه التكست اللي بيتقال في الفيديو. هبدأ اعمل play للفيديو وكل شوية بقف ليه واكتب الايه التكست. طيب لو انا جيت هنا، انا دلوقتي قبل ما اشتغل او اي حاجة لازم ادوس هنا على الكيبورد شورت كات عشان تبقوا عارفينها معايا، دي تقدر تفتحها في اي وقت، ولو دوست هنا كلوز او دوست على اي كليك هنا هتبدأ تظهر لك تاني اهوت لما دوست عليها، او بيقول لك شيفت بلس ليفت ارو هتخليك ترجع لمدة ثانية، ولو دوست شيفت ورايت ارو هتبدأ تتحرك ثانية لقدام، وشيفت بلس سبيس هيعمل لك بلاي او بوز للفيديو، يعني هتشغل الفيديو او تعمل له ستوب. ولو دوست شيفت وانتر هنشوف مع بعض بقية الاختصارات ديت بالظبط واحنا بنشتغل على الفيديو. هاجي هنا او كاتب اهلا بيكم، طبعا انا بكتب هنا التكست باللغة العربية عشان خاطر اقدر اخده بعد كده، ده التكنيك اللي احنا هنشتغل بيه عشان اقدر اخده بعد كده واعمل له داونلود للملف ده زي ما هنشوف الفيديو اللي جاي، او ناخد الترجمة ديت ونبدأ نحطها على جوجل ترانسليت وابدأ اخد الترجمة دي واضيف لغة جديدة اللغة الانجليزية، فهتيجي الترجمة معايا مظبوطة، مش هتبقى يعني فيها مشاكل ان شاء الله بنسبة 90%، وده اللي هنشوفه مع بعض في الفيديوهات الجاية. هبدأ اشغل تاني. طيب هرجع كده شوية بس كده عشان اشوف هقوم دايس بوس كده، وهاجي هنا واقوم ضاغط انتر، وانا واقف هنا اهوت
ضفت انتر، فضفت معايا اول جملة انا قلتها. هاجي بقى كده انا دايس على الشيفت وابدأ اعمل بعلامة السهم شمال، ببدأ ارجع ثانية وابدأ اعمل شيفت وادوس سبيس. تمام، ولو عايز ارجع شوية اهو بدوس شيفت والسهم اهو، برجع ثانية ثانية كمان هوم داش شيفت و سبيس بار، هوم داش شيفت و سبيس بار تاني واوقف، شيفت و سبيس بار تشغل، شيفت و سبيس بار بتوقف. تمام، هاجي ارجع تاني شيفت و والسهم ادي كده اهوت سهم شمال عشان ابدا اشغل شيفت و سبيس بار، ابدا اشوف الجملة الجديدة ايه. ولو نسيت اقوم دايس شيفت وسهم شمال عشان خاطر يرجعني، وبعد كده اقوم دايس شيفت وسبيس بار. شيفت وسبيس بار تاني كده. تمام يا جماعة، انتوا فاهمين انا بعمل ايه بالظبط؟ شيفت وسبيس بار تاني عشان يشغل. طيب انا مخدتش بالي من الجزء دوت، فهقوم دايس شيفت وسبيس بار وقفت الفيديو، بعد كده شيفت وسهم شمال وارجع للحته اللي انا عايز افتكرها وابدا اقوم دايس شيفت وسبيس بار تاني واقوم دايس انتر كده انا ضفتها. طيب ممكن انا اتحرك بالسهم اهوت عادي جدا واقوم دايس شيفت وسبيس بار واشوف ايه الدنيا. طيب التكست هنا المفروض يظهر من الجزء ده، فانا باخده بدراج كده او اجي من الهاندل دي كده وابدا ايه اشد ايه شمال. طيب ارجع بقى بشيفت وايه والسهم شمال وابدا شيفت وسبيس بار. الموضوع بسيط، بيبقى مربك في الاول لان انت مش حافظ لسه الاختصارات، بس بعد كده بيبقى سهل جدا. عايز اظبط التايمنج، اقوم دايس بقى دلوقتي شيفت وسبيس بار اشوف ايه الدنيا. برضو محتاج يرجع ورا شويه عشان يظهر بالظبط هو بيقول ايه. برضو محتاج ان انا ارجع الجزء ده كده تاني عشان اظبط التايمنج بتاعي بالظبط، ودي محتاجة تتشد كده شوية. تعال نشوف بقى من الاول. خلاص كده يا جماعة فهمنا التكنيك. طيب لو انت النهاردة عايز تضيف هنا في الجزء دوت، عايز تضيف سطر تاني، ولنفترض مثلا يعني دلوقتي هنشغل كده، هنفترض ان انت عايز تضيف سطر تاني، فهتقوم داي شيفت وانتر وتبدأ تكتب دوت مثلا بداية السطر التاني. نوريكم كده مثال. طيب لو انا دوست انتر يبقى انا كده خلاص ضفت الايه التعديل دوت. ولو انت عايز تشيل الجزء اللي انت كتبت فيه دوت مثلا، فبتقوم دايس على علامة الاكس وبيتشال خالص. طيب انت دلوقتي في حالة اللي هو الدرافت دوت، نسخة هو ضايفها لك درافت كده لحد ما بتخلص كل الملف بتاعك وتبدأ تظبط التايمنج، وتقدر تعمل دراج ودروب زي ما انتم شايفين، تقدر تعمل تكبر او تصغر عشان تظبط الصوت بتاعك مع الجزء او البورشن اللي انت حاطه في الكتابة. هنشوف مع بعض بقى في الفيديوهات اللي جاية ازاي اعمل داونلود للملف دوت، او في هنا داونلود هوريكم مع بعض الملف اللي هينزل وازاي اقدر اعمل فيه اديت الفيديو اللي جاي ان شاء الله. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة. لو عندك اي سؤال ما تنساش تسيبهولنا في الديسكريبشن، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو ننزله. اشوفكم في درس جديد، مع السلامة.